باسمكم جميعا مشاهدينا نرحب بضيف هذه الفقره الباشمهندس محمد المجتبى الزبير. اهلا وسهلا ومرحبا بك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. سعيد بكم معكم اليوم في هذا الصباح استاذ خليل واستاذ عبد الرحمن. يا هلا بك. حياك الكريم. سعيدين بوجودك حقيقه. ويمكن الكلام اللي ذكره عبد الرحمن انه واقع الناس في كثير من اللحظات نحن بنلقى في كمية من الناس المضبطين، ده لو قارنا بالناس المشجعين بنلقى المسألة شوية يعني بتختلف بعد. صحيح. حتى من بيئة لبيئة أو من بيت لبيت وتفاصيل من النوع ده، لكن كده خلينا نبدأ معاك بمفهوم التثبيط، بنقصد شنو؟ طيب أولا كده موضوع التثبيط بشكل عام، كثير بنتساءل قصدنا شو بالتثبيط وليه ما يكون الناس اللي حولنا بيحفزونا أو بيدعمونا. التثبيط عكس التحفيز أو عكس الدعم. التثبيط هو التقليل من شأن طموحات وأهداف وخطط ومشاريع الآخرين. ده باختصار موضوع التثبيط، إن أنا يكون في شخص كده دائما ما يقلل من شأن همم الناس ويقلل من شأن أهدافهم وطموحاتهم وهكذا. ده موضوع التثبيط. ودائما بنقول بدل ما نقول لا تكن مثبطا بنقول كن محفزا، كن داعما، كن سندا، كن مشجعا، كن مشجعا. نعم. ليه يا باشمهندس ليه نحن ما نقول كده ونقول كده؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال فشل الناس فهو افشلهم او هو افشلهم في روايه ثانيه. لانه دائما الناس حولنا، لاحظ لما كنا اطفال شنو خلانا كبار؟ هل هو تثبيط الوالدين ولا هو دعمهم؟ دعمهم. قم يا شاطر، قم يا فالح، يا بطل، يا شجاع. بعد ما كبرنا بنقابل بيشجعنا. دائما في الحياه من حولنا دائما محتاجين للناس اللي بيدعمونا، للناس اللي بيساندونا، للناس اللي بيقفوا معانا. ده هيكون حاجه مفيده جدا. ولو لاحظنا حولنا كده بنلقى مين الناس اللي بيكونوا حولنا في الغالب؟ هل الناس اللي بيشوفوا نقاط ضعفنا؟ ولا الناس عندنا مثلا سوداني يقول لك اسمع كلام البكيني ما اسمع، ليه اسمع كلام البكيني؟ اسمع كلام البكيني ما اسمع كلام اللي بيضحكك؟ ليه ما اسمع كلام اللي بيضحكني لو مفيد لي؟ ليه اسمع كلام اللي بيدعمني؟ ليه ما اسمع كلام الشخص اللي بيشوف فيني نقاط القوه عندي؟ اللي بيشوف امكانياتي، اللي بيشوف فرصي. فدائما بنقول عليك بحاجه بيسموها في التنميه البشريه اسمها ذا منتال جروب او المجموعه العقليه. اي حيط نفسك بناس دائما يرون نقاط قوتك. ونحن موجودين في الدنيا اذا عندنا ميزات وعندنا عيوب، عندنا نقاط قوه وعندنا نقاط ضعف. الكمال في الجنه فقط. فبما انه عندنا نقاط قوه ونقاط ضعف فلما لا نركز على نقاط القوه التي لدينا؟ وتركيزنا الشديد على نقاط القوة اللي عندنا ده حيخلي يذيب نقاط الضعف في بحر نقاط القوة. فبيقولوا عالميا كان مؤسسة، كان شخص، كان مجتمع تركيزه فقط على نقاط القوة وعمله عليها تلقائيا تبدأ تتلاشى نقاط الضعف تماما. فدائما أقول من موضوعنا هو موضوع لا تكون مثبتا. فدائما أقول دائما بنرتاح وبنطمئن وبنمشي لقدام لما يكون الناس اللي حولنا ناس يروا ميزاتنا، ناس بيشوفوا فينا نقاط القوة فينا. وأقرب مثال للناس اللي بيشوفوا نقاط القوة هو شخص قال للإمام أبو حنيفة عندما كان يافعا صغيرا إن لك شأن عظيم. وين الراجل ده الآن؟ ما أعرف. ولكن كلمته هي بعد فضل الله سبحانه وتعالى هي اللي جعلت من الإمام أبو حنيفة أبو حنيفة. ممتاز. تحياتنا لك باشمهندس محمد المجتبى، وتحياتنا ايضا لمشاهدينا الاعزاء في كل مكان. بامكانكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا بالفيسبوك انفاس الورد، او انكم تتواصلوا معنا مباشره عبر الهاتف بالاتصال على الرقم التالي 0183 40 77 77، او الرقم الاخر 0183 43 87 99 بالاقتراح او المشاركه او بابداء قصص او راي اخر او سؤال للباشمهندس محمد المجتبى الزبير. باشمهندس محمد المجتبى، يمكن ذكرت قصة الإمام الشافعي، قصة جميلة جدا. النظرة السوداء أبو حنيفة، النظرة السوداء للأمور عادة بتنبع من وين؟ تمام. شيء طبيعي إنه الناس تنظر للأمور بشكل فيه شيء من السوداوية أو الطريقة السلبية. ولكن في الحقيقة نحن عايشين في عالم فيه حاجات كثيرة تتقلب. دائما النظرة السوداء بتأتي من خبراتنا وتجاربنا السابقة. والله سبحانه وتعالى أدانا الفرصة لين ننظر للأمور بشكل إيجابي أو ننظر له بشكل سلبي، أو زي ما أنت قلت اللي هو نظرة سوداء. ولكن نحن دماغنا، الله سبحانه وتعالى في الدماغ بتاع الإنسان، دماغنا لا يقبل الغموض.
فأي شيء ما واضح يبدأ دماغنا بإعطائه معنى. يعني شو ما واضح؟ أول شيء إحنا بنخاف من شيء مجهول طبعاً. أي دائماً لما نكون ماشيين لحاجة ما عارفين نهايتها تبدأ تظهر التوقعات. التوقعات اللي بتظهر دي هي بناء على خبرتنا السابقة. لو دائماً خبرتي السابقة كانت خبرات إيجابية فدائما توقعاتي بتكون توقعات إيجابية. لو كان مثلا خبرتي السابقة سلبية تبقى توقعاتي توقعات سلبية حسب خبرتي السابقة. وبالمناسبة خبرتي السابقة ما اللي تكون حصلت لي أنا، ممكن تكون خبرتي السابقة دي جمعتها من قصص الناس. صح. خبرتي السابقة ممكن يكون جبتها من كتب أو جبتها من البيئة أو جبتها من المجتمع أو جبتها من الوالدين. وسبحان الله لا يوجد في هذه الدنيا شيء له معنى، نحن الذين نعطي الأشياء معنا. هقول عبارة الاثنين، واحد مننا واحد من الغرب. طيب. أبدأ بالمننا. يقول رحمه الله الإمام ابن تيمية: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ عشان كده شكسبير قال في كل النواحي هو مستفيد، لأنه بيفسر الحاجات تفسير حسب رؤيته هو. الله يفتح عليك. حسب تفاصيله هو، حسب حاجاته هو. بالضبط كده. عشان كده شكسبير قال: لا يوجد شيء يتصف بالحسن أو السوء، تفكيرنا هو الذي يجعل الأمور حسنة، تفكيرنا هو الذي يجعل الأمور سيئة. ومن هنا بيجي موضوع النظرة السوداء. النظرة السوداء دي حاجة نفسية ذهنية لدي إنسان القدرة التامة على إنه يتحكم فيها. أي إنسان عنده قدرة تامة إنه يتحكم في النظرة دي ويكون قادر ينظر الأمور بالشكل هو دايره. عشان كده دائما ديننا بيوصينا: تفاءلوا بالخير تجدوه. والحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، إن خير فله وإن شر فعليه. الأهم من كده، توقع الشر عادة ما يحدث. التوقعات هي التوقعات، يعني أتوقع شيء سلبي. ده قانون الجذب إلى حد ما. طيب لكن نحن بس نستأذنك باشمهندس، نأخذ اتصال ونجي راجعين نواصل معك. أخذنا سوسن من الخرطوم، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية خاصة جدا لبرنامج أنفاس الورد. تسلم. تحية للمبدع أستاذ خليل، تحية عبد الرحمن، وأكد له ضيفكم المميز باشمهندس محمد المتوى. يا هلا بك حبابك والله. أنت أستاذ سوسن عمر النور، عرفتك من صوتك. الله يكرمك. مديرة مركز الخطوة الذكية. يا هلا هلا والله حبابك. الله يخليك. بس يا أستاذ سوسن لو رفعتي صوتك شوية. حاضر. تمام. يلا نسمع. أول حاجة عايزة أشيد بالحلقة بتاعت باشمهندس محمد المتوى. هو من الناس الرائعين جدا، من الناس المميزين جدا في المجال، من الناس اللي عندهم مقدرة عالية جدا ان هم يدسوا هم عالية في روح الناس اللي هو بتعامل معهم داخل القاعات وبرا القاعات، زي ما بقولوا كده سمعة الصبغة. الحمد لله. فأسوسن عايزة اتكلم عن شيء مهم جدا. انا ما حضرتك على طول بصراحة، جيت نفسه وسمعت الجزئية بتاعت التطبيق. تمام. هو الموضوع كله عن التطبيق يا أستاذ سوسن. تكلم عن يعني كده انا جبت تعليمه بالموضوع. ايوه تمام. لا تكون مثبطا. وباشمهندس محمد المجتبى حبذ انه احنا نقول كن مشجعا او كن محفزا. ايوه صح. يعني دائما اقول لك ركز على ما تريد لا على ما لا تريد. تمام. عشان نظرتنا تكون ايجابيه زي ما هو اشار. نعم. عايزه تيمنا بكتاب الشفره السريه للنجاح. الحاجه دي من الكتب الجميله جدا اللي انا قريتها، اللي هو بقول دايما في حياتنا في ناس، او خلي زول قريب منك، زي في برا السودان في نوع من الملائكه، انواع متباعه. لو وقفت قدام واحده ملائكه ممكن تخليك انت سمين او تخلي وشك بوش معين. تمام. فللاسف الناس اللي حوالينا اقرب الناس لنا ممكن هم يكونوا مفبطين بالنسبه لنا. طيب ابحث عن زول قريب ليك، مين هو على حسب ما انت عايز. تمام. خليه دايما بمثابة مراية حقيقية بالنسبة لك. كل ما تجيت قدامه بتديك الحاجة الحقيقية، بتديك مزايا القوة بتاعتك، بتديك النقاط الإيجابية. يعني أصلا ما بركز لك على نقطة سلبية، لأنه دايما لما أنا أركز على الحاجة اللي أنا عايزها معناتها أنا مشيت لقدام. لكن طول ما أنا مركز على الحاجة اللي أنا ما عايزها معناتها أنا ما تركز عليه يزداد. تمام. فبقول لك دايما خلي في مرآة سابقة في حياتك. متى ما استشرتها تديك دفعة لقدام، تديك قوة، تديك تشجيع انك انت تمشي لقدام.
فقدت ابحث عن الزوج ده هو موجود في حياتك بس هو منو، ركز شويه عشان تلقى الزوج ده هو منو، زوجك زوجتك اخوك ابوك صديقك صديقتك مين ما كان، فالزوج ده امس كثير قوي لانه هو بيكون دافع الاساس انه هو بس يخليك تمشي لقدام، ما عنده اي دافع غير انه هو يشوفك انت ناجح، ما عنده اي دافع غير انه هو يدفعك للامام، ما عنده اي دافع غير انه انت تكون حتى لو بقيت احسن منه هو ما زعلان، لانه في النهايه في مشاعر حقيقيه تجاهه. فالزول ده منو؟ بس كلنا خلونا نفتش عنه هو منو بالضبط. تاثير الكلمه قوي جدا، تمام؟ زي الراجل رجل الاعمال اللي كان جاي ماري واشترى من ولد بايع صغير، يعني هو في تجارته صغير زي ما بقولوا، حتى هو ما شاف قريب، فاشترى منه حاجات معينه وقام قال لي يا اخي انت رجل اعمال زيك زيي. الكلمه دي دارت في البايع وخلته انه هو يفكر بعقليه كبيره ويوسع التجاره بتاعته، وفعلا في يوم من الايام بقى هو رجل اعمال وشاف الظروف انه هو يلتقي بيه وفي مجمع كبير جدا بتاع رجال الاعمال، ودي سلم عليه وقال له يا اخي تتذكر اليوم الفلاني انت قلت لي كذا 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 كذا. فدائما نحن نرجو يعني بعدنا او نكون حريصين جدا على الكلمه اللي بنقولها، نكون حريصين جدا عشان نقول كلمات ايجابيه لانه كلمه ممكن تغير حياه ناس كثيرين جدا. صحيح. فدائما نخلي كلامنا ايجابي، دائما نخلي كلامنا محفز حتى بالنسبه لاطفالنا في البيت، ما نركز على الكلمات السلبيه انت غبي انت بريد انت انت، لا انت شاطر انت وتسمع الكلام انت قادر. في قصص كثيره اتقالت من الرؤساء او كده، بقول لك يا اخي زمان امه كانت بتقول لي يا اخي انت رئيس، او امه كانت بتقول لي انت وزير، او امه كانت بتقول لي انت طبيب، هي عباره عن كلمات او صوره ذهنيه احنا بنرسمها في اذهان اطفالنا وقد كانت وبتكون كما رسمناها. تمام. فانا شاكره جدا، مبسوطه جدا بالحلقه ومبسوطه بيكم. تسلمي كثير استاذ سوسن عمر النور، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه القيمه، يمكن فيها تأكيدات على تفاصيل كثيرة احنا ذكرناها. نعم صحيح. الحوار وممكن نقول يا باشمهندس ونحن عبد الرحمن نربط ما بين ما ذكرت سوسن وكلام باشمهندس محمد المجتبى. انا شاكر اول حاجة انا اشكر استاذ سوسن على الاتصال بتاعه. نعم. ولمشاركتها لنا. نعم. هي قالت نقاط كثيرة عندها علاقة بانه كن مشجع وكن محفز ولا تكن مثبطا. اول شيء لازم نقول انه مهم جدا، هي اضافه كلمه موضوع انه يكون حولك او معاك شخص دائما يرى فيك الاشياء الايجابيه، يرى فيك الاشياء القويه. فقبل اللي احنا ذكرنا موضوع المينتال جروب، مجموعه من الاشخاص، ويا حبذا لو بقى في شخص واحد منهم هو الاقرب لك، فهو المرآة اللي بتشوف فيها دائما الميزات النقاط القويه اللي فيك اللي حتخليك تركز عليه، وزي ما هي قالت ما تركز عليه يزداد. عشان كده بقولوا انك تصير وتحصل على ما تفكر فيه طوال الوقت. دائما الحاجه اللي بنفكر فيها كثير هي الحاجه اللي بتبدا تتوسع عندنا وبتبدا تزداد. هل يمكن يكون ده واحد من الحلول؟ نعم. للمجتمع المثبط انه انا عشان احل المشكله دي اقوم اخلي المجموعه دي وامشي افتش عن ناس بالمواصفات اللي ذكرتوها. يعني صدقت، نحن بنقول لا تقطع علاقتك مع الاخرين، لانه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم، قد يكون التصبيط هو نوع من انواع الاذى، مش كده؟ صحيح. قد يكون التصبيط كده. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. وقد يكون اذى من انواع كثيره ومنها التصبيط، ولكن انا بتعلم منهم. تعرف لما واحد يعمل معي اسلوب بتاع تصبيط بتعلم شنو؟ بتعلم انه ما اعمل الحركه دي مع شخص ثاني، وابدا اعاين لهالدرجه كلامه ده اثر فيني. الان هي استاذه سوسن من حياتها ذكرتها تاثير الكلمة، لدرجة كلامه ده أثر فيني. والله يا أخي كلامه أثر فيني، خلاص المرة الجاية لو لقاني شخص مستحيل أقول نفس الكلام. اتعلمته ولا اتعلمته؟ اتعلمته ده إنه ده أسلوب مثبط، يستحيل مع أي شخص بحبه، مع أي شخص بهمني أمره، مع أي إنسان، المسلم من سلم والمسلمون من سلم الناس من لسانه ويده. الناس وليس المسلمين فقط، كل الناس. فالآن خلاص أنا اتعلمته، فدائر أقول لا تقطع علاقتك تماما مع الناس، حافظ على الود، حافظ على التواصل، حافظ على الالفه بينك وبينهم، ولكن مع من تقضي معظم الوقت. ايوه. الناس اللي بنقضي معاهم وقت كثير بنبقى زيهم، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قال المرء على دين خليله، والدين هو الديدن والعادات والتقاليد واسلوب التفكير واسلوب التعامل مع بعضنا البعض. فمين اللي حتقضي معاه وقت اكثر؟ فدائما لو انتبهت بس انتبه، منو اكثر واحد حولك بيشوف فيك نقاط القوه؟ منو اكثر واحد حولك بيشوف فيك الميزات؟ منو اكثر واحد حولك بيشوف فيك الاشياء الايجابيه؟ قد يكون اخ، صديق، زوج او زوجه، او شخص مقرب، او هو صديق حميم.
أو هو كتاب، قد يكون كتاب برضو ألفوا شخص، يعني ألفوا شخص، ولكن تحس إنه الكاتب ده يشبهك. وكم مرة قرينا كتاب وبدينا نحس إنه الكاتب ده أنا بفكر زيه، أو بقيت أفكر زيه، أو هو بدأ بنفس الطريقة اللي أنا بديت بها. فدائما موضوع القراءة يعني موضوع كبير، أعتقد تكلمنا فيه في حلقة قبل. طيب باشمهندس محمد المجتبى، أنت الكلام اللي ذكرته كله كلام جميل جدا، وتحياتنا أيضا للأستاذة سوسن. أغلب الناس اللي حوالين إذا ما كانوا كلهم، يعني سواء كان في البيت أو المجتمع، بيمتلكوا عقل صغير وخشم كبير زي التمساح كده، عرفت كيف؟ يعني أي حاجة انت والله أغلبهم بيكونوا ناس البيت، عرفت كيف؟ يعني بتكلم كان مع واحد من الأصدقاء كان بيبدأ في مشروع بتاع إنشاد، وصوته كان يعني كان بطال الأمانة يعني، لكن اتحسن ودرب بقصص جميل. نعم. ناس البيت بيقول لي أخي بتعمل في شنو أنت؟ وده شنو كان بتاع فيه؟ ده خليك ركز في قرايتك، ركز في الحياة بتنفعك، ركز ركز ركز. فكانوا من أكثر الناس المثبطين بالنسبة لي في حياتي. إذا كان أمك أبوك ديل بيعملوا كده، الناس الثانية يعني يكون الخير فيهم أكثر من أمك أبوك؟ يعني البيئة يعني ينفع كده؟ طبعا ده واقع بالمناسبة. هو نعم هو صحيح. عبد الرحمن شرح الواقع كما هو. كويس. هو واقع، ولكن دائما بنقول تأتي الناس الحول اللي بيقولوا لنا الكلام ده بيقولوا ده عشان يختبر مدى إصرارك على هدفك، مدى إصرارك على طموحك. صحيح. لتدرج الحاجة دي بالنسبة لك قوية. وده أقول لك كلام، أي واحد فينا عنده هدف أو رؤية أو مشروع داير يحققه، لو ما عنده أسباب قوية حيخضع ويسقط بسبب التثبيط، وهيكون عنده مجددات مكررة. أنا ده أقول لك كلام. تعرف شنو اللي بيجيف معانا لما الناس يثبطونا؟ هو دوافعنا، أو بين قوسين أسبابنا. أسبابنا هي الشيء الوحيد اللي بيحول طموحاتنا وأهدافنا ورغباتنا من مجرد طموحات وأهداف ورغبات لمسألة بتاعت مبدأ. ولو بقت الموضوع مسألة بتاعت مبدأ، مهما كانت الظروف، مهما كان الكلام اللي بيقوله الناس، مهما كان أي حاجة، مهما كان أي شيء، أنا في النهاية حكون مستعد أعمل كل شيء عشان في النهاية أصل الحاجة ده أصلها. ليه؟ لأن الحكاية بالنسبة لي بقت مسألة بتاعت مبدأ، لانه اللي حيجيف معانا في وقت السقوط، اللي حيجيف معانا في وقت الناس بيضحكوا فينا او بيثبطونا، هي مبادئنا. فلو اي شخص داير يصل لحاجه والحاجه بالنسبه له هي مساله بتاعت مبدا، وتبقى بطولتك الحقيقيه في انك كيف تحول رغباتك اهدافك طموحاتك مشاريعك لمساله بتاعت مبدا، ولو بقت كده حتكون مستعد تدافع عنها بمنتهى القوه مهما كانت الظروف. يا محمد انت، انا والله زاد الكلام زي الفل، لكن يا باشمهندس محمد يعني الكلام ده ما منتشر في كل الناس. نحن لا بيقرون لا في مدارس. صحيح. عشان نتعلمها. نعم. البيئه اللي بيكون قاعدين فيها، المدرسه اللي بيكون قاعدين فيها. عبد الرحمن انا دار اقول لك حاجه، يعني الان نحن مشكلتنا ما بنقدر نميز ما بين، وحتى بالمناسبه اللي ممكن يديك راي مثبط زي ما هو ذكر وضرب مثال بالوالدين، احيانا بيكون هو من داخله قصده كويس. هو ضرب مثال. عندنا قاعدة في التنمية البشرية بتقول، أي نعم، وعندنا قاعدة في التنمية البشرية بتقول وراء كل سلوك قصد إيجابي، أي سلوك قصد إيجابي. لكن بعد ذاك النتيجة هي بتكون حسب نعم الطريقة اللي قيلت بها، العبارة. صحيح صحيح. الموضوع ده كبير جدا، خلنا نأخذ اتصال نيراجعين في مرة ثانية. كويس. بعد الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. مرحبا بك يا افراح من سينار، تحياتنا لك، وابعد من التلفزيون وارفع صوتك، الله يرحم والديك. الله يبارك فيك، كيف الحال؟ ان شاء الله كويسين. نحمد الله تعالى. صباح الخير. انا معاي مداخله يعني بجد معاكم، ده كلام حلو وغريب، لكن انا في الحياه دي اثنين يعني عاشرتهم صدموني نهاية دي تاني ما بستقطع عايزة نكوان اثنين، يعني انا دخلت عليهم وتكلمت معاهم ودخلت معاه، دي اكتر حاجة اللي ألمتني. والصحبة التانية دي انا عرفتها بها اللي هي من الاثنين مستنجين، ده كيف الزول بيصفر في الحياة دي ويمشي كده. خبطوني الاثنين دي الخبط شديد في الحياة اللي ما بتكذب عليه، عشان كده غررت مع صاحب عايزة. وشكرا لكم. طيب نحن نسمع تعليق باشمهندس ان شاء الله على كلامك. شكرا لك. شكرا افراح، وده برضه نموذج. نعم. من نماذج الناس اللي ممكن تكون عندهم ردة فعل معينه تجاه التثبيط. نعم نعم صحيح. وتماما يعني ممكن ياخذوا قرار زي ما هي ذكرت. تمام. انه نهايه هذه ما تصاحب. تمام. عاده عشان في كثير من الاحيان بنحاول نتجنب الألم الممكن يجينا من الناس، قد نقطع علاقتنا مع ناس كان في يوم من الأيام بتربطنا معهم صلة قوية، ونرجع تاني لمرجعنا الرئيسي
المؤمن الذي يخالط الناس، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. معناها شنو؟ معناها حتلقى أذى من الناس، وقد يكون الأذى من أخوانك، كده خلي أصحابك، وقد يكون الأذى من أخوانك، وأخوانك أبوهم نبي وجدهم نبي وجد أبوهم نبي، وبرضو يشيلوا أخوهم الصغير ويرموه في البير. سيدنا يوسف، سيدنا يوسف عليه السلام وإخوة يوسف ديل شنو؟ مع إنه يتربوا في أسرة نبوية، ولكن هي الدنيا، هي الدنيا. ولكن دائما هعيد واقول لكل الناس، دائما بتحصل الحاجات دي عشان تختبر مدى، اول حاجه مدى بيقولوا يعني الابتلاءات هي اختبار لقوه استعانتك بالله سبحانه وتعالى، واختبار لقوتك تجاه الهدف الدار تصل له. طيب الان في سؤال بتحصل حاجات فدائر اقول، هي بتتكلم عن موضوع الثقه. دائما المؤمن صديق، فمنح ثقتك لمره واحده. عشان كده قام النبي قال المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. طيب اللي بيلدغ من جحر اكثر من مره ده ما مؤمن؟ في حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن كيس فطن، ممكن يتخدع مرتين، مركز واعي ذكي. فداير اقول دائما تتعامل مع الناس، امنح الناس ثقتك، واصلا اذا ما بقى في ثقه بينك وبين الناس ما حيكون عندهم رغبه انه يتعاملوا معك، امنحهم لمره واحده. واي شخص بتتعامل معه ممكن تمنح الثقه عنده فرصه واحده عشان يخون الثقه دي، اذا خان خلاص ثاني ما تثق فيه يعني. طيب في سؤال الان بيطرح نفسه، الطريقه اللي انت ذكرتها الان في مجابهه المثبطين، في مجابهه من يعني سمينا خلينا نقول يفرطون في الثقة اللي نحن بنمنح عليهم. نعم. الناس اللي تفكيرهم سلبي، الناس اللي تكلم عنهم عبد الرحمن قبل شوية. نعم. هل الطريقة دي هي دي أسلم طريقة في التعامل معهم؟ ليه؟ لأنه في واحد قد يقول لك يا أخي والله ما ممكن كل مرة وكل مرة كأنك أنت أخذت شيء من الليونة أو الميوعة في التعامل. نعم. معهم. نعم. ما أخذت موقف حازم. تمام. عشان أنت بتحب الحزم، انا اقول لك حاجه. اول شيء عشان نتعامل مع الكلام اللي قلته ده، موضوع المثبطين، موضوع الناس اللي بيخونوا الثقه، في حاجتين. الحاجه الاولى، خد في بالك انك انت المسؤول الوحيد عما يحدث لك، يعني لن تستطيع ان تلقي اللائمه على اي شخص ولا على الشيطان ذاته. انما دعوتكم فاستجبتم لي وما كان لي عليكم من سلطان، مش القران؟ وإنما دعوتكم أنا وسوست بس، أنت براك عشان كيف تقدر تلوم بعدين تقول الله يا أخي الشيطان غشاني؟ ما في حاجة اسمها الشيطان غشاني، وسوس فقط وإنت اتخذت القرار. فعشان كده بنقول انتبه، لأنه يعني كان عندك فرصة إنك ما تتخذ القرار، دائما عندك فرصة لأنه الكلام الناس يأثر فيك أو تسمح له ويأثر فيك. عشان كده بنقول أنت المسؤول الوحيد عما يحدث لك، والمسؤولية ما أنا ما مسؤول من إنه والله يا أخي أبوي قال لي الكلام ده، أو أمي قالت لي الكلام ده، أو والله يا أخي صديقي قال لي الكلام ده، أو زوجتي قالت لي الكلام ده. لا، أنا مسؤول حاستجيب للكلام ده كيف؟ هل حواصل المسير ولا حاجيب في مكاني؟ هل حوامشي لقدام ولا؟ بالنسبة للقرار الحاسم ده، أقول لك حاجة، في قاعدة بتقول أعظم انتقام من كلام شخص نصر ساحق. نفسر، أعظم انتقام من كلام شخص مثبط نصر ساحق، اللي هو تثبت له إنه الحاجة اللي هو قال إنك ما قادر تعملها تثبت لنا قادر تعملها. في ناس لما يثبتهم ده بيزيدهم قوة إني أثبت للناس ديل إنه أنا قادر أعمل الحاجة دي. وفي ناس لما يثبتهم يتراجع، حيتراجع وحيقف في مكانه، والناس قالوا إني أنا ما بقدر. زي ما قبل كده قلت لكم، ما أودع الله في نفسك الرغبة في الوصول إلى شيء، ده الإمام ابن القيم قال كده، إلا لأنه يعلم جيدا أنك قادر على تحقيقه. طيب عبد الرحمن معنا اتصال. طيب نمشي نشوف الأبيض عروس الرمال، مش كده؟ طبعا. طيب السلام عليكم. يا زادة، مرحبا بكم. الله يسعدك إن شاء الله. مرحبا بك يا مروة، وتحياتنا لك عبر أنفاس الولد، تفضلي. عليكم جسم مليان ويقع تولي هدية. الصوت بعيد يا مروة، ما سامعين كويس. جاك بتاعت بلدي مليان هدية. حباب والله، الدنيا صباح ما شاء الله. لك التحية والله يا مروة يا أخي، تسلمي إن شاء الله، تفضلي. حياكم الله وربنا يعينكم إن شاء الله. يا حبيبي الله يسلمك. تحية خاصة للدكتور محمد المستوى. نعم. طيب عندك مشاركة ولا سؤال يا مروة؟ أنا عندي مدرسة، بإنه أنا عندي زوجي يعني أي حاجة عايز يعملها بيقوم بالتخير، مثلا استشار أخوان ولا أخوات ولا حاجة زي دي، في اللحظة إن الحاجة بتكون أصلا ما صح، مثلا بتكون غلط،
انه حيمشي لهم راي يعني. فانا بقول له انت يا اخي ما تفتكر المكان اصلا عايز الحاجه دي تعملها؟ بقول له يا اخي ما عندي كبير ما عندي صغير وانا لازم استشير الناس وكذا. ففي نفس اللحظه انت الراي الانسان اللي بتستشيره بكل راي اصلا غلط، انت بتمشيه. الحاجه دي من الحته دي الانسان بيقدر بعاليه كيف؟ تمام ممتاز تمام. الثاني انه عندي اختي كانت عايزه اصلا تمشي تشيل احياء، وفجاه عندها يعني صحباتها قاموا لها واو ما تشيلي هندسه شيلي احياء. اكثر من كانت الاحياء غلبه، وكانت اصلا عايزه تشيل مجال اللي تمشي هندسه والاحياء غلبه، انه الناس اللي استشارته اغنعوها. طيب تسمع ان شاء الله تعليق باشمهندس محمد في النقطتين ان شاء الله تعالى. التوعيه اتمنى انه تغيروا لنا كل العادات القديمه. ممتاز ان شاء الله تتغير الحياه للبنات والرجال للشباب يعني ان شاء الله. تحياتنا لك مروه من ابيض، تحياتنا لك وشكرا. باعتبار احنا الان اخذنا الجاك بتاع تبلدي ونشوف ام رنا من بحري. السلام عليكم يا خليل. اي السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام، مرحبا بك والله. الله يبارك فيكم. ضيف اليوم انا سنفات الورد، واهلا بضيفكم. يا هلا بيك، تسلمي والله. الله يسلمك استاذه رنا. امرنا والله بس بقول يعني عن نفسي يعني مهم يعني انا من خلال حياتي الحمد لله والشكر لله رب العالمين، يعني انا ما قاعد احب الفشل. يعني ما بالحشل فشل في اي شيء مثلا، فهمت يعني؟ حتى لو جينا بمثابه انه مثلا الزول يتعرض لاي حاجه، حتى لو ابتلاء حاجه ومشروع يعني مثلا بقدر الامكان، يعني انا ما بحب افشل. فمثلا الزول لو يتعرض لابتلاء ما يستسلم، يعني يكون موغن انه ده غدر، موغن انه ربنا يرد بخير. فما بيفشل، لانه لو الزول استسلم بيخسر كل الحاجات اللي عنده. صح استسلم لازم يستسلم. فشنو مهما كانت حتى تعليق الناس اللي حواليك ممكن تصدهم، يعني تصدهم بالشيء الصح. نعم صحيح. يعني انا بس بقول يعني نعمه من الله الحمد لله وشكر الله رب العالمين. وحتى لو طلعت مهمه يعني انا بكسب ودال ما اقدر، يعني الا يعني لما ما اقدر بكون حاسه انه ربنا ما اراد. صحيح. فالزول يعني لما يكون مقتنع بالحاجه ما بتاثر بالحوالين، لكن هي الصح الحاجه تكون بما يرضي الله طبعا. هو حاجه لما تكون صح يعني ومن جواه صح وعارف انها بترضي ربه وبترضي ضميره وصل الله يصح الله الصح، فيتخيل لي يعني مش يتخيل لي اكيد يعني بيقدر يقاوم وبيقدر يستمر باذن الله تعالى. اكيد ممتاز، ده دور الايمان. نحن بنحييك جدا امرنا من بحري. شكرا على اتصالك يا امرنا وتحياتنا لك، وعوده مجددا الى باشمهندس محمد المجتبى الزبير. يمكن مره ذكرت موضوع الشورى انه زوجها بيستشير دائما كثير، وممكن اشياء الكلام يكون غلط. طبعا ربنا ذكر في القران قال وشاورهم في الامر. طبعا الكلام ما معناه انه نحن نسمع بكلام الناس، في الامر في الاخر الامر راجع لنا احنا. نعم. احنا نتخذ قرارات. تفضل. صحيح. اول حاجه كويسه جدا جدا انه الواحد يستشير الناس. ما خاب من استشار ولا ندم من استخار، او كما قال صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. ولكن نستشير منه؟ ده سؤال المهم. ما نستشير الاكبر، نستشير الاخبر، اي الاكثر خبره في الموضوع. ممكن يكون اصغر منك، ممكن يكون اصغر ولكن عنده خبره طويله في الموضوع. لما نجي نستشير نسجل عنده خبره في الفكره. مش الاكبر مني، قد يكون اخ، قد يكون اخو، هي بتقول اخوانه واهله. كويس انه يستشيرهم من باب عندهم خبره، ولا من باب يوريهم انه داير يعمل شنو، من باب انه يديهم شيء من الاهتمام. يا اخواننا انا اهتميت وشاورتكم، ولكن القرار النهائي راجع له. فعشان ما في حاجه تتحكم في خياراتنا، وبنقول في ناس كده في طبيعتهم البشريه، ودي حاجه في علم النفس، انه في ناس بيحبوا كثير يشاوروا الناس، بيحبوا كده شيء طبيعي، وفي ناس بيحبوا يشاوروا الناس، ولكن الافضل التوسط. فاذا عزمت فتوكل على الله. فتوكل على الله. فبنقول لما تيجي تشاور كويس انك تشاور، ولكن تشاور الناس اللي عندهم فكره في الموضوع، وحاول قدر الامكان مش يكونوا الاكبر سنا فقط. اكبر سنا كويس، ولكن هل هم اكبر سنا واكثر خبره ولا اكبر سنا فقط؟ فده النوع من الناس المفروض نشاوره. دي حاجه. الحاجه الثانيه هي قالت بالنسبه اللي عندها اختها دار تمشي هندسه كانت ومشت احياء وكده، للاباء وللامهات وكل الناس اللي دارين يمشوا من دارين يجتازوا المرحله بتاعت الشهاده السودانيه ويدخلوا في موضوع التخصص قبل ما الشاب
او الشابه او الفتى او الفتاه يكونوا دارين ينتقلوا من سنه ثانيه لثالثه ثانوي. الان عالميا في اختبار اسمه اختبار تحديد التخصص، ولا نستشير ابو ولا نستشير مدرسه ولا نستشير اصدقائنا، فقط نجيب الاختبار ده كيف نحدد تخصصنا، وموجود اكتبوا خشوا جوجل كده اكتبوا اختبار تحديد التخصص الجامعي، اختبار بيعمل الشخص لنفسه بعد ذاك بيعرف وينفع يمشي احياء طب يا مش في الطب بس يا تنوع من الطب، انت نوع شخصيتك طب اطفال ولا طب بتاع اسنان، انت مهندس يا تنوع من الهندسه بالتحديد، فالشخص بيمشي على هدى وبصيره والحاجات بقت بفضل الله سبحانه وتعالى سهل. موجود في السودان بدراسه علميه عالمي اختبار عالمي فموجود وبشكل علمي دقيق وبسيط وسهل، وبتجاب عليه وبيوريك انت تنفع معك التخصص قبل ما تمشي من ثانيه لثالثه ثانوي، لانه من ثانيه بنعرف انه الشخص بيحدد علمي ولا ادبي، من الوقت ذاك بعد نهايه امتحان السنه الثانيه ثانوي تكون حددتها تمشي وين. فيفضل انه يستشير الاختبار ده معمول على حاجه علميه، معمول على اساس علمي، اساس علمي دقيق جدا جدا. طيب تعليق بسيط يا باشمهندس محمد المجتبى الزبير في جمله لا تكن مثبطا فقد تكون اخر اماله. قبيل اللي اتصلت علينا في الاول استاذه سوسن قالت الكلمات لها تاثير. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في غزوه الخندق كانوا المسلمين متضايقين جدا جدا، وفي وصلوا لمرحله بعيده جدا من الجوع، وكانوا حصار ضيق جدا غزوه الخندق والاحزاب. احزاب كان القبائل كلها اجتمعت على المسلمين وتخندقوا في المدينه، الفكره بتاعت سلمان الفارسي رضي الله عنه، فكان حاجه صعبه جدا، فواجهتهم صخره. ففي قمه المحن غلبتهم الصخره دي، صخره دارين يكسروها واقفه لهم في الخندق ما قدروا يكسروها. نزل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام وضرب الصخره ثلاث ضربات، في كل ضربه كان بيقول عباره. الضربه الاولى ضرب قال فتحت الفرس وحتى تطير الشرر. الضربة الثانية برضو تطير الشرر فتحت الروم. بعد ما انتهى من الضربتين حتى بعد ذلك اتكسرت الصخرة صلى الله عليه وسلم. في قمة المحن قد تكون الكلمات هي تولد فينا الطاقة وتولد فينا الحيوية. والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا كلام، الكلام عنده تأثير على جهازنا العصبي بالمناسبة، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. صحيح؟ الحاصل شنو؟ يا جماعة لازم نعرف إنه أي كلام بنقوله للناس عنده تأثير على جهازهم العصبي، عشان كده أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل خيرا أو تصمت، لأنه أي كلام يؤثر على جهازنا العصبي، لأنه لازم تعرف اللي بتتابعونا الآن الكلام عنده تأثير على دماغنا، عنده تأثير على الهرمونات بتاعتنا، عشان كده واحد يقول لك كلمة تلقى روحك تلقائيا نفسك زاد وعيونك احمروا وارتفع عندك هرمون الأدرينالين في جسمك وبدأت تغضب، شنو اللي غضبك؟ ما مجرد كلمة. أو واحد تاني يقول لك كلمة تلقى روحك ابتسمتها، تلقى روحك شعرت بارتياح، تلقى روحك شعرت بالحب لأنه قال لك كلمة. طبعا أهم حاجة الكلمة تقال بكل تفاصيل الكلمة الصادقة. نعم صحيح، في وقت المناسب. صحيح. وهي ذاتها تكون مختارة بطريقة بعناية يعني. نعم نعم. فنحن نقول يفضل إنه في تعاملنا مع الناس إذا ما قادرين نقول لهم كلام يدعمهم يفضل إنه نسكت. نعم. بكذا باشمهندس محمد المجتمع الزبير نكون وصلنا لفقرة مع نرتقي، لكن نوعدك إن شاء الله توعدني أنت كمان نقدر نواصل فيها في الحلقة الجاية بمشيئة الله إن شاء الله بإذن الله. أكيد إن شاء الله. على بركة الله. سعدنا والله بوجودك. شكرا. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم وشكرا لقناة طيبة وشكرا للتابعون الآن، جزاكم الله كل خير. تحية لك والله.